إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ومع قرب الامتحانات لأولادنا من بنين وبنات جاءت هذه الخطبة، وهي تحمل ثلاث رسائل، وفي كل رسالة عدة وقفات، فليتنبه كل واحد منا لرسالته ويهتم بوصاياه الموجهة له. فالرسالة الأولى للآباء والأمهات، حفظهم الله ورعاهم، ولنا معهم عدة وقفات. فالوقفة الأولى: اعرفوا نعمة الله عليكم واحمدوه عليها، حيث رزقكم هؤلاء الأولاد وقد حرم غيركم، ومع ذلك فقد يكون سبباً لدخولكم النار إن لم تقوموا بواجباتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل راعٍ في بيته وهو مسؤولٌ عن رعيته. فالحذر الحذر. الوقفة الثانية: ربُّوهم على طاعة الله تعالى والاستمساك بدينه والحرص على نجاتهم من النار. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الوقفة الثالثة: مروهم بالصلاة واحرصوا على ذلك ولا تتساهلوا فيه، واصبروا على ما تلاقونه في سبيل ذلك من المشقة والتعب، وتأملوا قوله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والاصطبار غير الصبر عباد الله، فالمسألة تحتاج إلى مجاهدة، أعانكم الله وسددكم. الوقفة الرابعة: اختر لولدك الصحبة الصالحة وجلساء الخير، فإن القرين بالمقارن يقتدي. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحًا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحًا خبيثة. رواه البخاري ومسلم. فأخبرني مع من يجلس ولدك أحكم عليه، فإن كان يجلس مع المدخنين فهو مدخن ولا شك في ذلك شاء أم أبى، وهكذا فقس. الوقفة الخامسة: وفر لولدك المكان والزمان المناسبين للمذاكرة، وساعده في حل ما يشكل عليه، وكن قريبا منه، أشعره بحبك وخوفك عليه،
وحرصك عليه، وحاول إرجاعه للمنزل بعد الاختبار مباشرة، فغالباً ما تحدث شرور ومنكرات في أوقات الفراغ بعد الاختبارات، واللبيب بالإشارة يفهم. الوقفة السادسة: شاركه فرحة نجاحه وكافئه بما يناسب، وإياك ثم إياك المبالغة في ذلك. الرسالة الثانية لأولادنا من بنين وبنات: فالوصية الأولى لهم: قضيت فصلاً كاملاً من التعلم والحفظ والمذاكرة والجد والاجتهاد، وهذا أوان حصاد الزرع وقطف الثمرة، فالاختبارات يا بني هي مقياس لتحصيلك الدراسي، فلا تغضب من نتائجها، ولكن استفد منها واعرف نقاط الضعف فيها فعالج في مستقبل أيامك، وتعرف على نقاط القوة فتمسك بها. الوصية الثانية: أي بني اتق الله جل وعلا، فتقوى الله سبب في علمك، وتذكر قوله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. واعلم رعاك الله بأن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب مناهيه. الوصية الثالثة: حافظ على الصلاة مع جماعة المسلمين في المسجد، واحرص على ذلك، والحذر الحذر من إضاعتها. واعلم بني رعاك الله وحفظك أن من ضيع الصلاة ضيعه الله، وصلاتك هي نجاتك بين يدي الله جل وعلا. الوصية الرابعة: اجتهد وذاكر واسأل من يعرف عما لا تعرف، واسأل الله التوفيق والسداد، ولا تعتمد على جهدك وقوة ذاكرتك، فكم من معلومة ومسألة حفظتها مراراً وتكراراً وتتذكر مكانها في الكتاب وفي أي سطر، ومع ذلك لا تستطيع أن تكتبها لأن الله تعالى لم يقدر ذلك، فالأمر لله جل وعلا، فارضى بقدر الله فهو خير ولا تحزن. الوصية الخامسة: بني احذر ثم احذر أن تغش في الامتحانات. لماذا؟ لأنك مسلم وقد رضيت بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًّا، وقد قال حبيبك وقدوتك صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وتفكر بني في القادم من أيامك بعدما تتخرج وتحصل على وظيفة بسبب هذه الشهادة، نعم بسبب هذه الشهادة المزورة التي حصلت عليها لأنك أخذتها عن طريق الغش، وانظر رعاك الله في الأموال التي ستأتيك عن طريقها. فالمسألة خطيرة جد خطيرة، وشبهة الحرام ستلازمك طول حياتك، وتأنيب ضميرك سيستمر معك طول أيامك، فالحذر الحذر من الغش أي بني. الوصية السادسة: احذر من رفقاء السوء، فخطرهم عظيم وشرهم مستطير، وهم كفاك الله شرهم وأبعدك عنهم، ينشطون أيام الامتحانات ويروجون لأمور منكرة بأساليب ساحرة وعبارات جميلة، ويقولون: هناك دواء يعينك على الفهم والحفظ. فالحذر الحذر أن تقع في شراكهم وحبالهم،
إنهم أصحاب المخدرات، كفانا الله شرَّهم، وسلَّط عليهم الذين ينشُطون أثناء الامتحانات، وتجدُهم حول المدارس، ويُحاولون التعرُّف على الطلاب، ويعرُضون عليهم المُساعدة، فالحذر الحذر. وهي كذلك رسالةٌ للآباء من التنبُّه لهذا الأمر، متى علمت وجودهم فبلغ أجهزة الدولة عنهم التي تبذل جهداً مباركاً في محاربتهم، فجزاهم الله عنا خيراً. الوصية السابعة والأخيرة: بني الحبيب، بعد الانتهاء من الامتحان حافظ على كتبك واحذر من رميها، ففيها من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها من العلوم النافعة، فهي بعد الله سببٌ في تعلُّمك وترقِّيك في درجات العلم والمعرفة، فأحسن إليها بالمُحافظة عليها وإرجاعها إلى المدرسة أو الاحتفاظ بها في منزلك، وسيكون لك معها ذكرى جميلة حينما ترجُع إليها بعد عمرٍ مديد، وتتذكر تلك الأيام الخالية الجميلة التي قضيتها معها. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا جميعًا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرسالة الثالثة للمعلمين والمعلمات الكرام لورثة الأنبياء ومعلم الناس الخير، فالوقفة الأولى معهم: جزاكم الله خيرًا وأعظم أجركم على ما بذلتم وتعبتم مع فلذات أكبادنا، شكرًا لكم على توجيهٍ ونصيحةٍ وغرسٍ قيِّمٍ صالح في أولادنا، واعلموا أن جهدكم وتعبكم محفوظ، فإن لم تحصلوا على بعضه في الدنيا ففي الآخرة ستجدون هؤلاء الطلاب في ميزان حسناتكم، فهنيئًا لكم الأجر. الوقفة الثانية: احرصوا على طلابكم، راقبوهم، حذِّروهم من الغش، واعلموا أنكم وأنتم تقومون بالمراقبة على الطلاب في الامتحان، وتتابعون كل حركةٍ منهم ومرورَكم بينهم، وعدم تغافُلِكم عنهم بالكلام مع بعضكم أو النظر في الجوال أو غيره، أنكم على خيرٍ عظيم وأجرٍ كبير عند الله جل وعلا. فاحتسب هذا الوقت الذي تقضيه في المراقبة والخطوات التي تسير بها بين صفوف الطلاب عند الله. الوقفة الثالثة: وأنتم تصححون الاختبارات والنظر في الإجابات، اعلموا أنكم قضاة، نعم قضاة في تلك اللحظة، فالعدل العدل والحرص الحرص، فأعطوا كلا حقه ولا تبخسوهم شيئا، ومن فعل ذلك فسيأخذ من ظلم حقه منك، سيأخذ الطالب حقه منك بين يدي الله جل وعلا، فالمسؤولية عظيمة. وأخيراً، فلنأخذ من هذه الامتحانات دروساً ومواعظا وتذكراً للامتحان الأكبر يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا، والذي لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنه امتحان عظيم ووقوف خطير، تشيب له الولدان وتضع كل ذات حمل حملها، اختبار وحيد ليس له بديل ولا دور ثاني ولا إعادة. يقول الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحًا فيما تركت. الجواب: كلا، إنها كلمةٌ هو قائلها،
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون فلنعد لذلك الوقت عدته فالبدار البدار قبل أن يفجأنا الموت بغتة ثم صلوا وسلموا على رسول الله امتثالا لأمر الله حيث قال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ونصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم طلبا لما وعدنا به حيث قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وقبل أن نختم خطبتنا فلا بأس برسالة لإخوتنا الذين جاءوا بعد دخول الإمام فنقول لهم أحسن الله عزاءكم وجبر مصابكم فإن أسماءكم في هذا اليوم لم تكتب في السجلات التي ترفع إلى الله جل وعلا فالبدار البدار لحضور صلاة الجمعة والتنبه لذلك اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا وأصلح اللهم لنا أبناءنا وبناتنا ونساءنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم احفظ على بلادنا أمنها وإيمانها واجتماع كلمتها ووفق ولي أمرنا لكل خير وسدده في أفعاله وأقواله وارزقه بطانة صالحة ناصحة اللهم احفظ جنودنا سواء في حدودنا أو داخل بلادنا أو خارجها اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك وردهم إلينا سالمين غانمين اللهم احفظ على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أموالها وأعراضها ودينها يا رب العالمين اللهم ارفع ما نزل بها من البلاء والمحن اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا واحفظهم بحفظك ووفقهم في اختباراتهم يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد